على ملك وكتابة بحي كابتن عادل جدا استاذ ابراهيم جدا ثلاث ساعات دسمه حلوه قوي 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 بحييكم طبعا ودي شهاده من اخ اصغر يعني لكن نروح لحاجه تانية تجرنا ان اللي يقول لك انتوا نادي محترم انتوا نادي هايل انتوا نادي انتوا نادي منظم انتوا نادي عندكم اداره محترمه عندكم محمود الخطيب عندكم نجوم واساطير عندكم كابتن حسن حمدي عندكم مختار التتش مختار التتش على فكره عمره ما كان عضو مجلس اداره ولا عنده حاجه خالص في كابوزيشن كبير قوي 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 انت بتتكلم في نطاق الكوره يعني عندكم طارق سليم كابتن طارق سليم عندكم كابتن صالح سليم عندكم قامات عندكم ناس كتيره جدا جدا من الناس في 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 الكوره كبيره جدا تشيله تحطك على عيني وعلى راسي عارفين لما يقولك كده على عيني وعلى راسي على طول وتتكلم معاه وتاخد ب يعني معاه يعني صفحه حلوه جميله كده وناخد وندي مع بعض في الكلام وده الاحترام وده الادب وده احترام الاخر والمنافس و بالعكس كمان ده انت لو في ممكن يبقى في مساعده يبقى في مساعده يبقى في تعاون يبقى في تعاون لان في تقدير ما بيني وما بينك لكن اللي يجي يقول لك انتوا بتكسبوا بالتحكيم قول له يا لك من شنقيط على طول اللي يقول لك انتم ما تستحقوش تاخدوا دوري قول له يا لك من شنقيط على طول اللي يقول لك مش ابطال القرن قول له يا لك من شنقيط على طول يا لك من شنقيط على طول يعني ما تضيعش وقتك وما تزعلش وما تضيعش. يعني هي الامور كده بسيطه هاديه بالراحه من غير دايما اي انفعالات عشان كده احنا هنتكلم في اللي يخصنا داخل الملعب وانا قلت لكم الضربه القاضيه الضربه القاضيه هي اللي بتكون داخل الملعب. لا في الامور التحليليه ولا المداخلات التليفونيه ولا الاستوديوهات التحليليه زي ما قلت. الضربه القاضيه ملعب. ملعب ضربه قاضيه. ملعب يعني عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كده لحد ما تنتهي. ما طولتش كتير لكن كان مهم جدا ان احنا نخوض في الموضوع ده. لكن هرجع واقول برضو من الحاجات الحلوه الحلوه اللي ممكن تفاؤل للنادي آه الاهلي ان اي فرقه بتكسب طالعه من الدوري الثانيه او الدرجه الثانيه في الدوري الممتاز وبتكسب فرقه كبيره بحجم الزمالك ما بتاخدش الدوري آه الفرقه اللي بتخسر يعني مثلا مثلا يعني في 2000 2004 2005 الزمالك خسر من حرس الحدود في 2002 2003 الزمالك خسر من اسمنت اسيوط واسمنت السويس الزمالك خسر من الانتاج الحربي الزمالك خسر من من القروم في 96 97 كل المواسم دي الزمالك ما ياخدش الدوري ده فالحسن للاهلاويه لكن خلي بالكم كمان الاهلي في 2014 2015 عشان ما حدش يقول ان الموضوع راح للزمالك بس في 2014 2015 الاهلي خسر من الرجاء وما خدش الدوري فاذا فالحسن ان اللي طالع من تحت اللي طالع من تحت من الدرجه الثانيه ويكسب فرقه طبعا المرشح الاكبر الأهلي والزمالك وبيراميدز في الوقت الحالي لان هي برضه صاحبه ارقام كويسه والارقام دي القديمه دي الارقام القديمه وبيراميدز مقدم شغل كويس وسموحه والمصري والاسماعيلي رغم ان انا برضو في حته مش زعلاني بستغرب لها لان انتوا عارفين الاعلام مش مساله كلب مكيالين الاعلام هو الاعلام يعني عارف اللي هو آآ آآ هو كده مش الاهلي اللي عمل كده يبقى الاهلي غلطان يا سيدي اسمع هو كده الاهلي غلطان لما الاهلي كان بياخد او بيتعاقد مع اللعيبه مع الاسماعيلي سواء كانت خلصت عقدها من الاسماعيلي وطلعت بره والاهلي اتعاقد معاها بشكل يعني مباشر ما بيرجعش للاسماعيلي لانها خارج الاسماعيلي او الاهلي بيتعاقد مع اداره الاسماعيلي بشكل مباشر جدا 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 وبيقدم اعلى العروض ولا حاجه في وقتها يقول لك الاهلي فضل الاسماعيلي من ولاده او من لعيبته. طب ودلوقتي الاسماعيلي في خمس مباريات عنده ست نقاط خسران تسع تسعة نقاط. بعد ما لعيبه الاسماعيلي راحت مثلا بهاء مجدي وعندك ابراهيم حسن ومجموعه من اللعيبه ليه ما بيتقالش دلوقتي ان الاسماعيلي اتفضى من نجومه؟ عشان راحوا حته تانية عشان راحوا حته تانية ما راحوش الاهلي. الموضوع في الاهلي زي ما قلت لكم اول ما بتيجي سيره الاهلي بس بتلاقي على طول واحد يتقلب على فتاح الأسر على طول ان المجرم الماسل امامكم ان الاهلي الماسل امامكم قتل الذي والتي وهؤلاء يا عم احنا بنتكلم في حاجات عاديه جدا حاجات بسيطه جدا خدوها بصدر رحب خدوها بالراحه خليك بارد ده المشوار طويل والليله طويله ومساء الفل عليكم تواصلوا معانا على احسن لاعب في الشهر بعد الفصل يكون معانا نجومنا كابتن عادل طعيمه كابتن شريف عبد المنعم كابتن حماده صدي